بينما تتوجه الأنظار بالكثير من القلق نحو سماوات الشرق الأوسط لمتابعة التوترات بين إسرائيل وإيران، كانت هناك عين أخرى في الشمال البارد تراقب، لكن بنظرة مغايرة مفادها: لماذا لا تدعموننا مثلما دعمتم إسرائيل؟ وهي عين أوكرانيا، فماذا حدث؟ الاستياء الأوكراني جاء على لسان زيلينسكي الذي قال إن العالم أجمع رأى ما معنى الدفاع الحقيقي وشهد أنه ممكن، والعالم أجمع رأى أن إسرائيل لم تكن وحدها في عملية الدفاع. لم يكتفي زيلينسكي بهذه العبارة، لكنه استمر في إرسال الرسائل المبطنة بقوله إن الخطابات لا تحمي الأجواء، داعياً أنصار كييف إلى عدم غض الطرف عن الصواريخ والمسيرات الروسية التي تستهدف أوكرانيا. فكل ما تطلبه أوكرانيا من شركائها أنه حتى لو لم يتمكنوا من التحرك كما يفعلون في إسرائيل، فبإمكانهم تسليمها ما تحتاج إليه، وهناك سيتولون باقي المهمة. فهل تقابل غيرة أوكرانيا بتعاطف جديد من الغرب؟